ابتدى موسم توب شيف اليوم ننتظر صار لنا فترة طويلة. الإحساس ما بتوصف، رهبة غريبة جدا جدا. تجربة حتكون انتقالية في حياتي تماما. أنا آخر عام ونص دورت حياتي على توب شيف. أنا بحياتي كلها وقفت عشان أبقى في توب شيف النهاردة. توب شيف سفرة ومغامرة. توب شيف إضافة عظيمة اللي هي حياتي المهنية. توب شيف هو التلاقح الثقافات، تلاقح الإمكانيات. كل واحد جاي من مدرسة، كل واحد عنده خبرة، كل واحد عنده فكر معين في الطبخ. أنا هون في توب شيف هذا العام راح نمد كل شيء وش عندي وكل ما نعرف. تعبت على نفسي كثير وضحيت على أساس إنه ألبس الجاكيت بتاع توب شيف. اليوم لحظة عظيمة جدا، صار لي زمان مش حاسس بدقات قلب. كل المتسابقين كله عنده طاقة جاي يخرجها، كله جاي يثبت للحكام إنه هو أحسن من التاني.